نيجي بقى على قناة السويس، فبيقول لي انا ما فيش. قلت له طب لو انت عايز تعمل تطوير للقناة هتجيب فلوس منين؟ وانا هقول لكم رقم كاشف جدا. قناة السويس هتكلم على الافتتاح الجديد، مش الافتتاح اللي هو في القرن الاول ما اتفتحت، لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا 220 مليار دولار. انا خليت المتوسط 4، خليت المتوسط ايه 4، 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه، طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. جهاز الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه. لكن في النهايه انا بقول لكم لو كان حد، وانتبهوا لكلامي كويس، شال 10% بس من داخل قناة السويس كان زمان النهارده بنتكلم. لا الدكتور مصطفى بيقول لي 20 وانا بقول له لا، لان ال 20 لما بيتحطوا كل 10 سنين يتضاعف، وانت بتتكلم في اربع عشرات 43 سنه ولا 44 سنه. يبقى النهارده كان زمان النهارده ال 20 مليار دول ثمنهم كام؟ 50 مليار دولار. يعني لو قلنا الدولار ب 2.5 3.5% يبقى اقل من كده شويه. لكن يجي النهارده يخش يعمل تطوير في القناه مش معهوش، عايز يخش في مشروعات مع حد معهوش، عايز يعمل حتى خدمه مجتمعيه متقدمه للثلاث محافظات اللي هو السويس والاسماعيليه وبورسعيد ما عندوش. فلما قلت له ما ينفعش الكلام ده، فجه الدكتور معيد والدكتور مصطفى، لا يا فندم والنبي ارحمنا، والفلوس اللي انت هتخصمها ديت عشان يتعمل منها الصندوق مش هنقدر. قلت له يا دكتور مصطفى افتكر لما انت جيت انت والدكتور المهندس شريف ساعه لما قلت لك انت الفلوس بتاعتك ما تتحولش وخليها عندك في وعاء، وانت كنت متحمس للفكره، وجه كان ساعتها المهندس شريف بقى قال لي كده، وكان معاه وزير الماليه. قلت له شوف اسمعوا كلامي وهتشوفوا، اسمعوا كلامي وايه؟ وهتشوفوا. اللي هتشوفه اللي انا بتكلم فيه، الرقم اللي بتكلم فيه دلوقتي، اللي هو ان وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات تشتغل ب 8 مليار دولار 8 مليار جنيه في الشهر. بلد عايزه مليون وحده سكنيه في السنه، يبقى اللي الوزاره دي تعملها 20 30 الف 40 الف 50 الف ولا 200 300 400، والقطاع الخاص شويه كمان معاه عشان ما يبقاش اللي احنا شايفينه في العشوائيات. اذا نيجي بقى لقناة السويس. وانا بكلمكم دلوقتي كده يعني مش هقول سر، يعني فيها 70 مليار. تقول لي طب فين احنا؟ فين احنا؟ استنوا على انتوا عايزينها تفضل يعني. طب في الفلوس مالكمش دعوه، سيبونا انا في الفلوس، سيبونا انا، لان هي غلبانه قوي. أنا آسف إن أقول كده يعني. ما كانش نحرم نفسينا ونعمل مش هتتعمل. نعمل إيه؟ والله العظيم أنا صادق معاكم وبقول كل كلمة وربنا سبحانه وتعالى شاهد علي. ربنا وحده شاهد علي. وربنا وحده اللي هيحاسبني. يا رب يكون الحساب طيب. ويعني يكون ليا أجر. الرضا اللي احنا بنعمله. مش هينفع ان احنا نمشي بالطريقه اللي احنا ماشيين فيها دي. لازم يكون في اوعيه موجوده، الاوعيه دي كل وهي بتتعمل صعبه شويه. طب ما الكلام ده بيتاخد منين؟ بيتاخد من نصيب وزاره الماليه، صح كده؟ اديهم لوزاره الماليه ده، انا اسف، الفلوس تخش تخرج على طول، ما فيش امل. لازم تخلص. لكن بخليها في الصندوق ده هو بيقعد يعني مش كده، يقعد ايه يعني يفرق الماليه والحكومه. طب ما الدكتور مصطفى قلت له زي ما عملت فيك سيبني اعمل بقى،
أنا النهاردة لو هيئة قناة السويس عايزة تخش في مشاريع تمولها تمويل أرباحها باللي موجود دلوقتي 500 جنيه في الشهر، 500 مليون ولا إيه؟ طب السنة الجاية ولا ممكن يبقى تعمل بمليار في الشهر، طب السنة اللي بعدها ممكن يبقى مليارين في الشهر، السنة اللي بعدها يبقى 3 مليارات في الشهر، يبقى أعمل إيه؟ مش أنتم قلتوا لي في رقبتك؟ وأنا والله العظيم بحاول أعمل على قد ما ربنا يقدرني.